نوافيكم بآخر تحديث لأسعار الصرف في اليمن اليوم الأربعاء الساعة 11:44. أسعار الصرف في صنعاء: للدولار شراء 555، بيع 565. الريال السعودي شراء 147، بيع 149. أما في محافظة عدن: الدولار شراء 870 ريال، بيع 912 ريال. الريال السعودي شراء 230، بيع 240. نلاحظ أن هناك تحسن طفيف في أسعار الصرف وصعود للريال اليمني. دمتم في أمان الله.